السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وتكونوا كامل في صحة جيدة. أنا اليوم جبت لكم حلوة خفيفة ظريفة نحبوها كامل، وهي حلوة يعني قديمة من زمان كنا نديروها، لكن كل واحد يعني كيفاش يدير المقادير تاعها ويبقى يعني الشكل واحد، وهي يعني الحلوة تاع الفرشيطة. المقادير تاعنا احنا هنا ساهلين، يعني في متناول الجميع. نبداو على بركة الله. عندي هنا عندي ان بول، تحبوا تكيلو بالبول، تحبوا تكيلو بالكاس كيما تحبوا. فوالا هنا عندي بول تاع سكر غلاس، سكر رطب، لازم تصيروه باش الوصفة تنجح لكم. باش الوصفة تنجح يتصير. شوفوا السكر تاعنا كيما تصيروش، شوفوا هذه الحبيبات، هذو كامل يأثروا على الوصفة تاعنا. وها نزيدو عندي كذلك زوج ملاعق تاع مايزينا، كذلك نصيروهم. هاي الملعقة الأولى وهذه ملعقة ثانية. واش نزيدو الان؟ نضيفو البول تاعنا تاع الزيت، نفس الكاس ولا البول اللي كينا به السكر نكيلو به الزيت. هكذا نضربو مليح، اي نخفقو مليح هاد الخليط تاعنا، يعني حتى يولي كي الكريمة. بسم الله. كما راكم تلاحظوا، شوفوا هنا خفقنا مليح السكر تاعنا مع الزيت. هاك شوف خفقناه مليح. واش نديروا الان؟ كما راكم تشوفوا هذه الوصفه يعني ما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش البيض، سهله. واش نضيفوا الان؟ الآن نضيفو نصف ملعقة تاع الفانيليا، ونبداو نضيفو في الفرينة تاعنا. هذا ما كان الوصفة واش فيها. بسم الله. طبعا الفرينة كي دايما نقولها لكم راهي مصيه. هنا نضيف شويه تاع الخميره على راس المغرف، يعني نصف ملعقه صغيره من خميره الحلوه، هكذا فقط. ونخلطه باش تنجح لكم الوصفه. لازم السكر والزيت ضربوه مليح. اللي تحب كمية كبيرة ترجع لكم، ليكم انتوما ديروا الكيل كبير. ملاحظة كذلك، الفارينة ما تديروش بزاف، ديروا يعني تدريجيا. راكو تخلطو، مازالت
العجينة تاعنا ما لازمش تكون يابسة. انا نضم خلاص، ما نزيدلهاش الفرينة، ودوك نقول لكم القوام تاعها. وانا كي ديروا الفرينة دخلوها مليح هكذا، واجنوا ما تخافوش باش تدخل لكم كامل لداخل هكذا. والفرينة عفوا والعجينة تكون طرية، كي تشدوها في يدكم تعرفوا هاي ليك. هاي العجينة تاعنا راهي في يدكم تشوفوا. الآن نغطوها ونخلوها تريح شوية نرجعوا ليها. رجعنا للحلوة تاعنا، ناخدو كرة هكذا كورها في اليد، ونحطو الحلوة تاعنا هكذا فوق ورق الطبخ الحجم اللي تحبوه. هاي ليك الكرة، هاي نخدمها هكذا هنا هكذا في يد بين يدي ولا هكذا في الكف تاعي هكذا، وندورها وندير هاك فقط هكذا، ونحط هنا هاك بواسطة شوكة دخلوها هكذا في الفارينة هكا، غتسوها في الفارينة شوكة وعبصوا روحوا هكذا وزيدوا نزلوا حتى لتحت هاك هاك عفوا، وزيدوا هكذا بينو مليح. نزيد ندير لكم وحده هاي ليك العجينه تاعي، وندير هكا ندير شغل حربوش هاك هاك هاي ليك، نكور هاك وندير هكذا بين الكفين وانا ونحط. انا نكمل كامل الحلوه تاعي بهذه الطريقه ونحطهم يطيبوا، لما يطيبوا نرجع لكم نكملوا التزيين تاعها. هاي ليك الحلوه تاعنا بعد ما طابت، هاي ليك كيفاش تجي. انا هنا راني درت لها لا جولي، انتم تقدروا ديروا لا كونفيتور، تقدروا ديروا حتى الشوكولا. انا هنا درت لا جولي هكذا، نسقوا الحبات بالطريقه المعتاده كما راكم تشوفوا قدامكم، راني دايره الشوكولا راهي دايبه، دوبتها في حمام مائي. نغطسوا الشوكولا تاعنا هكذا كما راكم تشوفوا فيها هاك، وحطوا هاد البطانة هنا. أنا نكمل كامل الحلوة اللي عندي بهاد الطريقة ونرجع لكم نشوفوها في صحن التقديم. الوصفة تاعنا هاو الكاطو كيفاش جا، كيما شفتوا يعني وصفة اقتصادية بزاف، يعني ما كاش حلوة اقتصادية وقيلة قدها. جربوها راح تعجبكم بزاف. هاي ليك شوفوا
بدون بيض يعني بدون زبدة ما شاء الله، غير فرينة والسكر والزيت. هاي كيفاش جات، جربوا الوصفة هذه وإن شاء الله تعجبكم، ونتلاقيو إن شاء الله في فيديو آخر. نخليكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.